وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاهدتموه قبل قليل وما تشاهدونه هذه الأيام ما لا عين رأت إلا وهي تتحدث عن مشاهد الأربعين، وما لا أذن سمعت إلا ونحن نتناقل أخبارهم، وما لا خطر على قلب بشر إلا خاطر زيارة الأربعين. نحن في أيام خاصة جدا، استثنائية جدا، نحن في أيام اقتطعت من هذا الزمان باستثناء كبير جدا لا تسعه كل أدوات الاستثناء في كل لغات العالم. ها نحن وأنتم في رحاب أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وعظم الله أجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم، حياكم الله. وفقتم سيدنا. إن شاء الله بعد 10 دقائق من الآن راح يكون هناك مجال لمشاركاتكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات، وطرح أسئلتكم من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. هذا المقطع اللي نشاهده اليوم سيد، أشياء صراحة في غير هذه الأيام ما تحدث، يعني كل إنسان مستعد أن يتنازل عن الأشياء اللي ممكن تزعجه، تقلقه، تسبب له المشاكل في الأيام اللاحقة. شخص يتعدى عليه فيسامحه في حب الحسين عليه السلام، شخص يطعم مجانا لوجه الله وفي حب الإمام الحسين عليه السلام، شخص يتلذذ بتنظيف قدمه اللي التراب أخذ منهن مأخذ على امتداد هذا الطريق. كيف نفسر أن هذه الأيام تجتزأ من هذا الفيلم الطويل اللي اسمه الحياة؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الواقع ما أجمل توصيفك على أنه هذا الفترة مقتطعة من زمان ملفت للنظر، على أنه شعب بكل ما لهذا الشعب من عليه حال تاريخ ومشاكل ونكبات وأحزان، تجده يقف شامخا وصلبا ومصرا على أنه يخدم زوار الحسين، يعطي من نفسه، يتجاوز عن أنانياته. والمشاهد التي إذا حاولنا أن نسردها سردا سريعا فإننا في واقع الحال لن ننتهي من لقطات كبيرة وعظيمة يمكن أن توضع على جبين صافا تاريخ العراق. حالة من التبادل والتسامح والتواضع والإيثار، نعم، والتضحية، شيء صافا غير قابل للتصور. الآن أنتم تشوفون أنه تدخل إلى بيت أشخاص يجلسونك في أفضل مكان لهم في غرفة نومهم وهم عريسين، لما تسأل أنه هذه بيت، هذه غرفة العروس، هذه غرفة شاب عليه حال غرفة أحلامه، يقول هذه في واقع الحال اريد تتبارك بزوار أبي عبد الله الحسين. يغسلون ملابسك وهم أصحاب على حال تمنن، يتمنون منك أن يغسلوا ثيابك، أن يمسحوا عرقك. هذه ما أستطيع أن أصفها، ولا أستطيع أن في الواقع أن أقف عند كل نقطة نقطة ولقطة لقطة حتى أشرحها، ولكن أقول ما هو السر في ذلك؟ نعم. شنو اللي يخلي الشعب العراقي اللي معروف هو شعب على حال حدي في مزاجه وينفعل بسرعة في قضاياه الخاصة، ولذلك نجد بعض الأحيان مسائل جدا بسيطة تصير نزاع عشائري ودماء على قضايا جدا حسب تعبيرنا تافهة. ما الذي يجعل هذا الشعب بعشائره، بقبائله، بكباره، بمتعلميه، بغيرهم بهذا المستوى من التسامح؟ نعم. حتى أنا رأيت مقطع أرسلوه أنه رجل قتل ولده، ولكن قال لأنه في أيام الأربعين أنا أسامح، أسامح القاتل وأسامح كذا وما أحتاج لا أطوى ولا شيء. ليش؟ لأنه إحنا أيام الأربعين،
واقعا السر وراء هذه الحالة شنو؟ يعني ما الذي يجعل هذا المجتمع بهذا المستوى العالي من الإنسانية بل الحالة الملائكية؟ شنو اللي يخليه؟ أنا أعتقد والله العالم أعتقد، وإن شاء الله الإخوان أيضا يفكروا في هذا المجال، وخلينا يعني نبحث المسألة شنو السر. نعم. أعتقد على أنه عندما تتحد الرؤية عند الناس ويتمركز الهدف عند الجميع في نقطة واحدة، يعني الكل يتحرك باتجاه نقطة واحدة وقضية واحدة وبعيدة عن كل الرتوش الأخرى. نعم. بعيدة عن كل القضايا الأخرى، تجد أن أمة وليس مجتمعا، أمة تمشي على هدى وتمشي على طريق لا اصطدام لا تنازع لا تناحر. ليش؟ لأن كلهم ينظرون إلى تلك النقطة ويتحركون، فلا أنانية ولا شخصانية ولا مصلحة ولا حالة من حسب تعبيرنا الذاتيات كلها تذوب. يعني سيدنا اسمح لي شوية استغرب. يعني احنا اليوم بالبيت الواحد الاخ ويا اخوه لابد ان تصير مشاكل. احسنت. انت جامع لي جنسيات مختلفة وجامع اهواء وامزجة ومن كل العالم، مو بس يختلف عن بيتك، لا يختلف عن دولتك، بل هناك شعوب خاض يعني دول خاضت معارك فيما بينها وبيناتهم دماء ويتآخون هذه المؤاخاة بهذا الطريق. لانه هؤلاء كلهم عندهم هدف واحد. اي واحد تمسكه حبيبي ليش تدفع فلوسك؟ قال حتى الحسين يرضى عني. حبيبي ليش تمشي؟ قال لان اواسي عيال الحسين. انت ليش تدفع من جيبك؟ لان انا اريد اساهم في زياره الحسين. انت ليش تسامح؟ لانه اريد ارضي الحسين، لان هذا زائر الحسين، الحسين الحسين الحسين. تجد كلهم ينادون بشيء واحد وهو الحسين. لما الهدف يتحد، لما النقطة تتحد في الواحد، يعني في الشيء الواحد، تذلل كل أشياء. أحسنتم جزاكم الله خير. أنتم خوش مثال جبتون أنه المجتمع بأعراق وقوميات وكذا. تعال إلى أي عمل آخر، تشوف في بعض الأحيان فريق كرة قدم متشكل من عدة جنسيات، يعني يشترون بعض المحترفين يشتروهم، يعني هذا يجيبوا لاعب عراقي في فريق مثلا انجليزي، والفريق الانجليزي يتبارى مع العراق نفسه. شوف هذا اللاعب العراقي يتحرك باتجاه شنو؟ باتجاه انه فريقه هو يهدف على الطريق على الفريق الاخر. يعني بعد عراقيته ينزعها، انانيته ينزعها. ليش؟ لان يعني عنده هدف واحد وهو انه يغلب الفريق الامامي. فريق واحد، كل واحد يحب أن هو يهدف، هو يحصل حسب تعبيرنا بقولتكم الشو مالته، ولكن شوفه ينطي ويبذل ويتعاون حتى يحصلون على الفوز. عندما يكون الهدف الفوز، تجد الفريق كله يصير شنو؟ عبارة عن هذا الجسد واحد. نعم، جسد واحد. فما دام هدفهم الفوز هكذا، المجتمع لو اتحد واقعا، أنا هذا أرجو أن تصير يعني نوع من التفكير. العراق الآن، العراق يقال عنه أنه قدره هكذا، لا، العراق ليس قدره هذا. العراق إذا المجتمع كله فكر في نقطة واحدة فقط، على أن مثلا على أن يكون البلد نظيفا، ما تجد أي آثار الأوساخ بالشوارع أبدا. منطقي جدا. إذا اتفقوا الجميع على أنه نحن لابد أن نضرب العدو، شفتوا قضية داعش؟ نعم. الكل، أنا أقولها بصراحة وعلى قناة ومباشر، في قضية داعش فصائل بينهما، ما بينهما فصائل مسلح، يعني جماعات مسلحة، بس كلها تحت شنو؟ تحت قيادة على أنه لازم إحنا نضرب الدواعش بهالطريقة هذه. شوف بعض الأحزاب اللي هم بيناتهم ما فعل الحداد إن صح التعبير، عندهم مشاكل سياسية اقتصادية ما أدري كذا، عسكرية أمنية، شوفهم يقعدون تحت
سقف واحد اي شلون نضرب وانت تدفعون وانت تحمل كذا وانت تستطلع وانا انفذ وانا احامي وانتصر لما انتصر. نعم انتصر الشعب لما حدد هدف معين انتصر وصل اليه. وكل هالانانيات كل هالانانيات راحت بعد لا شيء اسمه والله أنا من الحزب الفلاني وهذا من فصيل فلاني كذا. فلشوفوا المجتمع لو ينظر إلى هدف واحد شوفه يعمل من أجل هدفه إن كان هدفا دينيا أو دنيويا أو ماديا أو معنويا بعيد عن كل هذه. فالمسيرة الحسينية في الواقع كلها تتجه بهدف واحد، ولذلك كل هالحالات الأخرى تشوفها مو يمها الناس مو يمها. كل حجي فلوسك هذه أنت عرق جبينك بذلت حتى كذا، يقول سيدنا هذا الحسين هذا الحسين، شوف الفلوس بالنسبة للحسين لا شيء. زين أنت شاب ريعان شبابك ومراهقتك كذا، شنو ليل ونهار واقف تشتغل وتنظف المطبخ وتنظف هذا، يقول سيدنا زوار الحسين هاي أربعينية الحسين. شوفوا كلها ترجع إلى رضا الحسين والتقرب إلى الحسين واستمالة الحسين. شوف المحجبات الفتيات بمحجباته وغير محجباته، أدنى أنه مواساة أهل البيت. هذا الذي أنا أدعو إلى، أنه لو المجتمع يحدد رؤيته ويحدد اتجاهه لنحلت جميع المشاكل كلها. الآن خلينا نسوي فرد حسب تعبير التجربة، لو الكل يقرر بينه وبين الله هدفي الأساسي أنه لا فساد بعد اليوم، أنا كموظف لا فساد في عملي، والمراجع لا فساد في مراجعتي، المسؤول لا فساد في مسؤوليتي، لو كنا نقرر أن لا فساد والله العظيم خلال 24 ساعة المجتمع يصير من أنزه المجتمعات على وجه الأرض. ليش؟ أردنا أن نكون كذا، أردنا لما نريد تصير حالة شنو؟ حالة حسب تعبيرنا جماعية، وحالة ظاهرة مؤكدة في واقع الأمر. وهذا يحل لنا مشكلة. نعم. شنو المشكلة؟ أن بعد الزيارة سيدنا شوف التاجر يتعارك على الدينار والدرهم، دينار ودرهم، والشاب واحد يجي مثلا يقول له هاي رجلي تعال نظفها، يزعل، شنو نظف رجلك؟ تمنو حتى نظف رجلك؟ ما أدري الكبير والصغير كل واحد صار في ماذا؟ يرجع الشأنيته الخاصة. شأني أحسنتم واحد. لذلك أكو إشكال يطرحها بعض الغير المتقنين، يقولوا شوف هذا كله مظاهر، وبعدين يرجعون واحد يضرب الثاني واحد يتناحر بالثاني. أقول له ترى المشكلة مو في زيارة الأربعين، المشكلة في الرؤية. لما تخلص الزيارة شيخ العشيرة يفكر في شنو مشيخته، والرجل الدين يفكر في مكانته، والتاجر ينظر إلى بالعكس. يعني هاي فضيلة للزيارة، أنه الناس نازلت عن كل شيء سيء وظلت إيجابية. أحسنتم، فهذه هي الفضيلة. فلما يرجع الناس إلى الحالة الطبيعية، هي هاي الحالة الطبيعية، تعدد الأهداف وتعدد الاتجاهات، تعدد الرؤية، تتعدد الإرادات، تتعدد الاتجاهات، تتعدد التوجهات، وهذا أمر طبيعي. أنت ما تقدر أنه حتى في الحج، الحج شوف الناس كلها تتحرك، ملايين تتحرك ولا واحد يعثر بواحد، لا واحد يطيح ولا واحد يدحس. ليش؟ لأنه باتجاه واحد، طواف حول البيت باتجاه واحد، ماكو اتجاه معاكس حتى يصير تزاحم. فإذا حددنا البوصلة وحددنا الاتجاه، ولذلك القرآن الكريم والروايات الشريفة تدعو إلى المحورية، أنه ارجعوا إلى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الطاعة إلى أولي الأمر، الرجوع إلى أئمة أهل البيت والمرجعية الدينية في زمن الغيبة، هذا هي مخلصكم، خلاصكم هو هذا. أنه حددوا هدفكم، اتحركوا وجداناً قناعةً، مو شعار، لا مو شعار، لا عملاً اتحركوا باتجاه، شوف راح يصيرون أنتم من أفضل المجتمعات وأقرب المجتمع. لذلك لما الآن يدرسون المستشرقين، أنه شنو اللي خلى المجتمع البدوي الجاهلي اللي كان يدفن بنته الصغيرة
مهجين موؤودة. نعم. كان يدفنون بيتهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مهجين لا. نعم. يتوارى عن القوم يستحي. وإذا هذا المجتمع يشوفه يتباهى أن نبيه يقول أنه إذا دخلت فاطمة يقوم لها ويقبل يدها. يقبل إيد فاطمة واللي هو أب كان يدفن بنته. شنو اللي غير؟ لأنه في واقع الحال الهدف تغير، الرؤية تغيرت. في خلال 21 سنة المجتمع الجاهلي صار من أكبر المجتمعات فضيلة وإرادة وقوة وعزما. ليش؟ الأهداف. نعم. لذلك أيها الأحبة، أيها الشباب، رسالة الأربعين لنا جميعا أنه تعالوا حتى نحدد هدفنا، نحدد رؤيتنا. شبابنا، أنا شنو اللي أريده بالجامعة؟ أريد أدرس خلاص، غير الدرس ما عندي. فلما غير الدرس ما عندي، بعد ما عندي قضايا تعبانة ومسائل كذا، ولا سمح الله نقع في أمور، وهكذا وهكذا كل الأخوة في مجالاتهم. تعالوا لنحدد رؤيتنا، نحدد اتجاهنا، ولنكون في حسب تعبيرنا في حالة جماعية يمكن أن نبني مجتمعنا، نبني أسرتنا. الآن أنا اسمحوا لي خلي أعرج تعريج كلش بسيط فيما يرتبط بقوانين على حال التعبانة اللي الآن يريدون يفرضوها علينا. يفرض علينا الأوروبا والغرب الفاجر، يريد يفرض علينا على أنه قضية الجندر وقضية النوع الاجتماعي وقضية الشذوذ وغير الشذوذ. إحنا إذا كلنا حاولنا أنه لا شذوذ ولا جندرة ولا شيء اسمه مثلا مساواة بهذا المعنى اللي يردوه الغربيين، لو نقف كلنا ما يصير. أما إذا أنت تستحي وهذا يتردد وهذا يفكر بمصلحته وهذا يقول والله أنا عندي مصالح، طبيعة الحال راح نغزى وراح يأثرون على أسرتنا وعلى أولادنا وعلى جيلنا، وهذا اللي ما لازم يكون إن شاء الله. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا على هذه الإفاضات المهمة. كانت مقدمة إخواني الكرام للحديث عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام في أربعينية هذه الأيام. الآن على بركة الله ندخل إلى اتصالاتكم، أسئلتكم وطرح ما تودون طرحه. عندنا الاتصال الأول من أبو حسين، تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز تحياتي لك وسماحت السيد. حياك الله، يا أهلا وسهلا. سيدنا الله يحفظك بحق محمد وآل محمد. أشكرك حبيبي، الله يبارك فيك. سيدنا أنت صوتك مسموع إن شاء الله، وخاصة عند الشعب، عند القوات الأمنية. نريد يعني مناشدة من تجنبنا القوات الأمنية. نعم. أكو بعض الشذوذ الشاذين إنه يقع بساعات، وخاصة بوقت الزيارة، يعني يسيء للزيارة، يسيء للزوار. فالقوات الأمنية تسمع صوتك، إنه يا حبذا أن تناشدهم إنهم دول يحاربونهم، يمسكونهم ويشوفونهم يعني. بس خلي أفهم منك أبو حسين، تقصد ناس يسيئون للزوار بأي طريقة؟ شلون يعني يسيئون للزوار؟ بأي طريقة بالضبط. والنقطة الثانية سيدنا، يعني إحنا مظاهر، مظاهر ما يعني. واضح. ألو. بلي أسمع. نعم كمل أخويا. سيدنا إحنا لحد هذا اليوم إحنا كشيعة وكالشعب العراقي يعني ندفع ضريبة ولعنا لأهل البيت. يعني حتى بزمن المجرم صدام حسين ومعالجته في بهذا النظام إنه تزمع أحزاب شيعية، مضمونية الشعب العراقي. إحنا جاي نشوف اللي يقدمون، اللي يقدمون خدمة للزوار هو الشعب. صحيح صحيح. لا حكومات ولا أحزاب. سيدنا إحنا هالا مال الراحة تعالى أخذتها الأحزاب والنهبة، هاي اليوم ناشرينها للعالم ومضمونية أهل البيت. ينطلعين العالم بأمريكا وبأوروبا وبأفريقيا وبآسيا، كان كشفنا مضمونية أهل البيت. لكن مع الأسف هذه الأحزاب تدعي التشيع سيدنا، وانهبت الأموال ولا هي من الإمام الحسين. بارك الله فيك أخويا أبو حسين، أشكرك على اتصالك. تحياتنا لحضرتك، وراح تسمع تعليق سماحة السيد على هاي النقطة وعلى النقطة اللي سبقتها. شكرا جزيلا سيدنا، تفضل فيما يرتبط بالناس اللي تسيء للزيارة بمظهر. أنا شاكر للأخ المتصل منه اسمه أبو حسين. أبو حسين حبيبي، أبو حسين أنا شاكر إلك. ولكن شوف أبو حسين، لا إشكال ولا ريب، يعني العدو ما يروق لي شوف هالشكل مسيرة وشباب طول السنة المواقع والما أدري القنوات والصفحات تشتغل حتى تجر شبابنا إلى الرذيلة، تجر شبابنا إلى الفساد. وإلى الشباب الآن يكون بالصلاة ويمشون الحسين ويلطمون على صدورهم، يسمعون قصائد حلوة، يسمعون كلام حلو، ما يروق لهم طبيعة الحال. يعني
العدو لا يروق له أن يجد مجتمعا هو يستهدف أن يسقطه. نعم. يشوف هذا المجتمع جاي ينهض، هذا المجتمع جاي يعيد حسب تعبيرنا يعيد نظامه، يعيد. نعم. يفرمت وضعه، طبعا ما يقبل. فالعدو أن يشتغل ضدنا طبيعي، العدو أن يركز يسير على نقاط الغلط طبيعي. وراد سيدنا يعني أنه لو أحسنت بس أنا لا بس أوصل رسالة. نعم. يا حبيبي أبو حسين، لا نحاول إحنا على أي حال نهتم لهالنقاط الشائبة أو النقاط الغلط، تعالوا تركزوا على اللقطات الجميلة، على المواقف الكبيرة. نعم. نركز يعني أنا لما أنقل يعني لما أنا أنشر مقطع لفتاة مثلا غير مؤدبة، هذه من عشرات الآلاف من الفتيات المؤدبات. أنا ليش أركز على هاي الفتاة الغير مؤدبة وأركز عليها وأنشرها؟ هذا أنا راح أساهم في شنو؟ في عمل الآخرين. نعم. أنا لازم أتغاضى، لازم أصلا أتحاشى ولا أنشر ولا أتفاعل، بل أنشر المواقف الحلوة الجميلة. هاي الصور اليوم أنا بكتني والله العظيم، بعض الصور أبكتني. شنو هذه؟ شنو هاي المرأة الآن اللي أخذت من واقع التواصل، هاي المرأة المحجبة اللي هي حجاب من فوق، هذه بنتنا، هي هذه زينبنا، هي هاي زينبنا في زماننا، هي هذه. ليش أنت تروح تجيب اللقطة الغلط وش بعض الشباب المايعين اللي هم لو واقعا مؤدلجين لو أنه هم هالشكل؟ نعم. لكن إحنا لازم أول نصير إيجابيين جدا ولا نخوض فيها القضايا هذه، والمسيرة ماشية، واقعا المسيرة ماشية. الله يوفق. سيدنا نجاوب على الثانية بس قبلها نأخذ مشاركة واتصال لطفا من الأخت الكريمة إيلاف. تفضلي إيلاف أختي، تفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل. أنا رحت سويت عمرة مفردة. نعم. نزلت بمطار جدة وهناك منورات بعد تحت الميقات، رحت يعني نزل دخلت مكة، يصير إني تكون بدل أرض أروح الميقات. يعني أكو أشياء ما سمعتها، ما أدري إذا السؤال واضح عند حضرتك سيد. في ميقات شنو صار في الميقات؟ لا أنا ما رحت للميقات، يعني رحت هو يعني نزلت بمطار جدة ثالث. نذرتي تحرمين من مطار جدة؟ اي من مطار جدة. بالنذر؟ لا يعني هو النذر يعني المفروض اروح من ميقات. لا يعني انا يعني انا من نجف انذر اذا وصلت مطار جدة ان احرم من مطار جدة، انت نذرتي لو ما نذرتي؟ حسب لا يمكن أنا درست يعني بنت مية عادية. ما عدكم يعني مرشد وياكم؟ لا شنا يعني رحت ويا رحت واحد يعني رحنا ترى واضح ما رحنا ويا حملة. سؤالك واضح. تمام. سؤال آخر أختي. شكرا لحضرتك. تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. سيد حسن تفضلوا. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الجليل شلونك؟ شلون صحتك؟ سلمك الله. حياكم الله. سيدنا لو احنا أيام زيارة ويعني هو سؤال شوي بعيد عن مظاهر الزيارة يعني وفقي نعم بس بعيد. لا بأس أخي تفضل. رحم الله عليك سيدنا. سيدنا الناس الآن يعني ظاهرة بالبلد، ظاهرة شراء أرقام السيارات المميزة. صحيح. يعني بعض العوائل المترفة ماديا أرقام من الدولة يعني تشتغل وتباع بالشارع مو بس من الدولة. نعم. هاي الأرقام المميزة يعني مثلا خلينا نقول واحد بغداد واضح نعم تشترى بأرقام يعني خيالية بعشرين وخمسة وعشرين شدة وكذا. السؤال سيد حسن هذا بإشكال شرعي سيد اللي يشتري وهو مترف. طيب. وعنده إمكانية مادية وعنده سؤال ثاني تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا اخي الكريم. احنا شويه مرات يعني نستعجل الاخوه الكرام بطرح السؤال لانه حتى الوقت يستوفي جميع المتصلين. سيدنا الاخ ابو حسين اتكلم عن مظلوميه قبل قليل، عن مظلوميه الشعب العراقي وكيف ان الاحزاب الفاسده
نهبة خيراته، وأراد من عندكم تعليق على هذا الموضوع. شوف يا أبو حسين، إحنا في الواقع قلت لنشوف إلى يعني القسم الكأس الفارغ، شوف القسم المليان. أكو هناك قضايا صافا مشرقة في تاريخ هذا الشعب، أكو أمور منجزة في على حال في مسيرة هذا الشعب. إحنا حاولوا يعني لا نجاري الإعلام المعادي أن دائما نجلد أنفسنا، دائما ننتقد أنفسنا، دائما نكسر على حال ذاتنا. لا تصير هالشكل. نعم أنا مقر على أن هناك فشل، مو أنا مقر، هم مقرون أن هناك فشل، هناك تراجع، هناك غلط، هناك فساد. ولكن تعالوا لنفكر كيف نحارب الفساد، كيف ننجح بعد أن فشلنا. أنا أعتقد في واقع الحال الملامة والتلاوم في هذا المجال الآن مو وقته. الآن أن نشتغل ونتعاضد ونتعاون، وأنا قلتها عدة مرات أنه ترى جزء كبير من على حال جزء كبير من الفساد الموجود هو في الواقع من نفس الشعب في كثير من الأحيان، يعني نسبة كبيرة، لأنه إحنا اللي نشوفه في واقع الحال هو هذا، أنه منو اللي فاسد الآن؟ موظفون منو؟ هو الشعب، الشريحة الشعب، عائلة هذا الموظف، عشيرة هذا الموظف، هؤلاء. بس ما أريد أقول أنه تعالوا إحنا نغض النظر، أقول لا نقف في نقطة ونلوم ونعتب ونشتر الأشكالات والمشاكل، فكر إن شاء الله تعالى في الإصلاح. طيب سيد حسن، عفواً، الأخت إيلاف سألت عن العمرة المفردة والمشكلة اللي صارت بها بعدم الميقات. يعني اسمحوا لي أنه شوي أصدمها. تفضل سيد. أصدمها على أنه شوفي أختي، العمرة والحاج من المناسك والأعمال المحددة بوظائف جداً دقيقة. الإحرام على حال شرط كبير في صحة الأعمال، إذا الإحرام باطل فالأعمال باطلة. نعم. فأنت تقومين ترحين بدون حملة، بدون موجه، بدون مرشد، بدون كتب مثلا بيانية، هي مو سفرة سياحية أختي، هاي سفرة عبادية، سفرة عبادية بها على حال. أنت إحرامك من جدة كان باطل أصلا، لأن جدة لا هي ميقات، هي مو ميقات ولا محاذية لميقات. هسه شنو معنى المحاذي؟ هذا يحتاج شرح. فلا ميقات ولا محاذاة للميقات، فإحرامكم باطل أصلا، وهذا صدمة راح يصير عندك، وبعدين لازم تتصلين على حال على المؤسسة أو على تطبيق المجيب، وراح تفهمين وين الإشكال على أن إحرامك كان باطلا. تقدر تسوي شيء هسه سيدنا وكل شيء انتهى؟ ماكو فائدة، لأنه على حال يعني عملها كان باطل. محمد تفضل أخوي الكريم. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ حياك الله. محمد تفضل. سيدنا أنا العام نويت أزور يعني. بس كنترول فيروس والنصوت الاستوديو. نعم. وهالسنة هم كذلك يعني ساعتي تعبانة جدا. وأني شوف نويت إنه أزور إن شاء الله، بس لأن عارض صحي ما راح أقدر أزور. فأكو طريقة يعني أقدر من خلالها أزور يعني من بعيد أو كذا؟ أنت ناذر زيارة لو شنو؟ يعني مو ناذر، بس أنا متعود إنه أزور. نعم. واضح حبيبي، واضح. تمام. شكرا. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك، ورب يتقبل أعمالك إن شاء الله، وكتبك الله من زوار الإمام الحسين عليه السلام. شكرا. الأخ سيد حسن سيدنا سأل عن ظاهرة شراء أرقام السيارات المميزة. أنا قبل ما أجاوب على الأخ أبو حسن أو سيد حسن، أنا أشكر الأخوة المخرج والمخرجين، أنه الصورة الجميلة اللي تلك الإمرأة المحجبة طلعوها صافا في وقتها ولطيفة، وأنا أشكركم على المخرج العزيز على أنه كيف يتناغم مع محتوى هذا البرنامج. أخ سيد حسن، شوفوا أن واحد عنده فلوس ويجي يشتري أرقام، هذا كل العالم موجود. يعني أكو ناس في واقع الحال عندهم فلوس وزايدة، وطبعا هو يعطي خمسة ويعطي زكاته ومصلي وكذا، هذا أمر طيب يعني رجال. بس يريد يشتري سيارة أو رقم مليون دولار، يقول أنا ما بايق من أحد ولا ما أخذ من أحد، هذا إسراف، هذا تبذير. قد يكون
تبذير، قد يكون إسراف، ولكن ليس حراماً إذا كان الإنسان في واقع الحالي يؤدي كل مهامه ويؤدي كل أموره. وهذه قضية موجودة، سألت ليش تروح هذا؟ أكو بعض الأراضي مميزة وغالية كلش، يروح واحد يشتريها، وليش سيدنا المرور يبيعون هالشيء؟ هذا المرور يشوف أنه هذا مكسب للبلد، يعني يبيع أرقام بهال. هذه حالات عادية طبيعية وليس فيها إشكال شرعي. نعم إشكال أخلاقي، نسجل شنو؟ إشكال أخلاقي. هذا أخلاقيا مو جيد. ليش؟ إن أنا أجي أشتري الرقم بنص مليون دولار وأنا أشوف بعيني هذه ناس يبحثون في القمامة، ناس يعيشون على علب البيبسي الفارغة، زين أنا كان يمكن أن أروح مثلا أبني لي كم بيت لهؤلاء، أساعدهم في فرصة عمل، يمكن لو لا. هي قضية أخلاقية، هي قضية أخلاقية لا ربط لها بمن، لا ربط بأنه هذا حرام، لا. وجدانك ضميرك لازم شوية يكون واعي، تفكر بالأهم وتترك المهم. أحسنتم سيدنا. الأخ محمد مر بعارض صحي منع عن زيارة فيسأل عن البديل. محمد هواي لطيف سؤالك، ويعني في محله. في اليوم دخل شخص اسمه مسمع ابن عبد الملك، مسمع ابن عبد الملك، دخل على الإمام الصادق، هو من أهل البصرة. الإمام الصادق قال له من وين؟ قال أنا من البصرة. فالإمام سأله هل تزور جدي الحسين؟ شوف الإمام كان هو يبادر، هل تزور جدي الحسين؟ قال سيدنا أنا شخصية في البصرة، والأمن والاستخبارات جماعة بني العباس يسجلون، يعني يخبرون، عبارة أنه عيون الظلم علي، وأنا شخصية وأخاف يعني. فالإمام قال له أتذكره؟ سمت روح الكربلة تذكره؟ قال إيه والله يا سيدي، أصعد إلى السطح وأتوجه إلى كربلاء وأذكر ما جرى عليه وأبكي بكاء حتى يبين على وجهي وعيني، ولا آكل ولا أشرب ذلك اليوم، وأهلي يعلمون ما بي من ألم. فالإمام إيش قال له؟ قال له رحم الله عبرتك، إنك معنا في الجنة، اكتب لك أنك من الزائرين إن شاء الله تعالى. اللهم أمين، ويا رب إن شاء الله يرفع هذا العارض الصحي عنك، وادعو لسيدنا بالشفاء. اللهم عافيه وشافيه، وادفع عنه ما يسوءه، وارفع عنه ما يمنعه من زيارة حبيبه وسيده الحسين. اللهم أمين. الاتصال الآن من الأخت إلاف، ما أدري إذا نفس الأخت اللي اتصلت قبل قليل، يمكن نفسها. تفضلي أختي إلاف، أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي اتركي التلفزيون، نصي صوتها نهائيا، واسمعيني بس من التليفون، أكون ممنون. تفضلي. إيه أنا إلاف اللي خبرت قبل شوية عن السؤال. نعم. أنا سمعت الجواب السيد. نعم. بس شفت عندي سؤال ثاني، يعني شو صار علي ذنب حرام، عليها كفارة تقريبا. سألنا هذا السؤال للسيد، شنو اللي عليها الآن، شنو اللي تقدر تسوي؟ فسيدنا عندكم تعليق؟ لا تعلي حال، يعني يحكم بعض الفقهاء على أن هذه العمرة باطلة، وإذا أنت رايحة إلى ميقات يعني تنعيم، إلى ميقات التنعيم مسوي عمرة ثانية، فالعمرة الثانية راح تكون صحيحة، أما العمرة الأولى باطلة. تحياتنا، إن شاء الله ربي يرزقش لمثلها، ولكن مع المرشد الديني. مع المرشد الديني. شكرا جزيلا أختي الكريمة، تحياتنا لها. نأخذ مشاركة أخرى، خلينا نأخذ من رسالة صوتية، نعد اتصال رسالة صوتية، خلينا نأخذ الأخوان يرسلون رسائل. سيدنا قبل لا نستلم الرسالة الصوتية، بس لطفا أخوان، أحد الأخوان تواصل يعني قبل البرنامج وقال زوجته يعني أخذها الجزع على الحسين والبكاء إلى درجة يخاف على صحتها مما هي فيه، فقولي حق لي أمنعها بلحظات الجزع لأنه هي صبح وليل تبكي على الحسين عليه السلام. هنيئا لها وهنيئا له، إنصافا البكاء على الحسين والجزع على الحسين أمر طيب. نعم. أمر على حال مرغوب ومحبوب لأمة. إحنا عندنا في زيارة على حال الناحية، لأن دبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك يا
يا أبا عبد الله، هذا ما يعني ليس فيه على حال ما يخيف الإنسان، أنت لا تخاف، رب العالمين موجود، رب العالمين هو الحافظ، وهذا قد يؤثر على كينونة أهلك، يؤثر على أولادك، يؤثر على ذريتك، فاجعل الأمر كما هو، وماكو داعي يعني. شلون يعني يؤثر على كينونة؟ ما فهمنا سيدنا. يعني واقعا هذا تطهير إلى كينونة الإنسان، ذاتيات الإنسان، يصبح في حالة معنوية عالية، يؤثر على أولادي وعلى ذريتي، فهذه في واقع الحالة أنا أعتقد أمر طيب ولا تمنع. نعم أخي خلي تفهم أنا أنه الزوج بحاجة إلى على حال بحاجة إلى فرصة، بحاجة إلى استمتاع. هو خوفا عليها سيدنا. لا تخاف عليها إن شاء الله تعالى، والله يسلمها ويسلمك. اللهم آمين. حيدر تفضل أخوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال. بس عيد لي ما سمعتك. سؤال نعم. عندي سؤال أنا يعني كان عندي مصر عندي. صوتك مو كلش واضح حيدر. أقول لك خمس سنين مصر عندي أطفال. سنين مصر عندك أطفال. نعم طبيت سنة الخامسة. نعم. يعني عمرنا ماشي أنا كل سنة ماشي فانطانا الإمام أهل البيت وما غفروا يعني. صار عندك ذرية؟ الحمد لله ان شاء الله بالطريق. يا الله يا الله ان شاء الله منا السلام. يعني نذرت نزوره هواي، فاخر قلت اذا سمحت يعني زوجتي اخو طفل بالطريق، فاذبح طري اول ما اسمع يعني نذر له لوجه الله ولا للبيت. زين. نذوره هواي صارت عندي يعني في الحاله هاي النذور كل هو فيها. لحظة أنت شلون تنذر؟ تنذر نذر شرعي لو نذر عرفي؟ يعني لا أكو واحدة معد نذرك يعني إذا صار عندك طفل أو بنت. شلون هسا نذر لنا؟ هسا حشينا بشاية النذر، شلون أنت تقول كلمة النذر؟ شلون تنذر؟ إلى وجه الله تعالى وإلى أهل البيت يعني النذر هذا علي إذا صار عندي هذا الطفل. جيد أشكرك. حافظ كل النذورات اللي عليك لو ما حافظن؟ والله إنه هواية ما حافظن والله ما يعني قلت لك يعني واحدة من عدهين يعني مصباح العرب بين ما محطتي ما شكرا جزيلا. تسمع الجواب ان شاء الله من السيد على سؤالك. عندي سؤال ثاني. تفضل. السؤال الثاني هي نادره يعني توزع بالموكب، احنا غريب عن الامام يعني بالموكب توزع ما تقدر تروح يعني تعرف السوايا يعني. نعم بالحاله هاي تتاجل هالسنه تجي شلون؟ هي نذره هي نفسها توزع لو تنطي وخلص. توزع اذا اتوزع يعني تقعد بالموكب وتوزع. واضح واضح واضح. ايش راح تسمون هاي النذره يعني ايش راح تسمون الوليد ان شاء الله بالسلامه؟ والله أنا ندري هو المهاي كان زهراء وعلي، بس أخوي كان زهراء راح أسمي أو فاطمة أو علي. نعمة الأسماء إن شاء الله ربي يرزقها السلامة وذريتها. شكرا جزيلا. إن شاء الله. تفضلوا سيدنا. أولا نبارك للأخ في هالشكل أيام طيبة أنه الله رزق ذرية إن شاء الله تعالى بالسلامة، الله يتممها بالسلامة، يقومها بالسلامة بولد صالح وسليم إن شاء الله تعالى. حبيبي شوف 99% شوي نسبة عالية كلش 99% من نذور الناس نذور عرفية وليست شرعية. هذا اللي قلته هو ليس نذرا شرعيا، هذه حكاية حسب تعبير حكاية لوجه الله، بس مو نذر. النذر إلى صيغة خاصة، إلى صيغة خاصة، هذا ليس صيغة الشرعية. فلذلك مو واجب عليك حبيبي، فريحناك من المصاريف الزائدة، واللي وقع من عندك على حال أكثره ليس نذرا. حتى أهلك من قالت أنا أقعد أوزع بالهذا، طريقة نذرها ليست طريقة شرعية، فلذلك مو واجب عليها. حتى لو كان، اسمعوا هذا جواب آخر، حتى لو كان النذر شرعي، حتى لو كان النذر شرعي لو ناسي لو ما قادر فأيضا يسقط في حال النسيان. ما عندي علم. وحال عدم القدرة يسقط الشيء الذي ليس فيه قدرة. هل ماكو توجيه سيدنا بخصوص كثرة النذورات؟ أنا يعني تدري هو الإنسان يريد طفل 5 سنوات، ها صار لا ما صار، صار لا ما صار، فحالة من يعني ارتباك وحزن وكذا. فلذلك حسب تعبيرنا يا رب بس انطيني كذا، الله سبحانه وتعالى شاف لها قضية صارت صعبة. الدعاء ممكن يكون بديل جيد عن النذر سيدنا. إن شاء الله أي دعاء، التصدق، التوسل بأهل البيت، هذا أمر مهم. أحسنتم. حسين تفضل أخوي الكريم. حسين تفضل عزيزي.
حسين منو يانا؟ ها الطفل يريد السيد يدعي له. حسين تسمعني؟ انت مريض؟ ايش قد عمرك حسين؟ 12 سنه. سد الحاكي اذا فاتح حاكي فاتح ميكروفون سد خل احكي وياك. ايش بيك بابا ايش بيك؟ شنو مرضك حسين؟ ها؟ الله يمن عليك بالعافيه ان شاء الله والسيد راح يدعو لك يا حبيبي يا حسين. تحياتي لك والله يمن عليك بالعافيه ويصبر اهلك ويقويهم ان شاء الله. شكرا جزيلا. تفضل السيد. امس هم كنا في بعض المناطق الناس على حال يتوسلون، الناس على حال يتمنون الدعاء. انا هم اقول للرب العالمين ويمكن هم قايله هنا انا ما ادري انه يعني يا ربي هؤلاء عندهم حسن ظن بينا، ذولا ينظرون انه احنا اولاد رسول الله، احنا قريبين الى رسول الله، فيلجؤون إلينا في زمن غيبة ما عندهم إمام معصوم فيلجؤون إلينا. وإحنا منو؟ أنا منو؟ أنا عن نفسي أتكلم، أنا منو؟ أنا شنو؟ بس الناس هالشكل يا ربي، الناس هالشكل يتصورون. فيا ربي أعطهم بنياتهم، أعطهم بحبهم لرسول الله، بحبهم لذرية رسول الله. الله يدفع عنكم البلاء، يعافيكم ويقضي حوائجكم، وكل شاب اللي يتمنى الذريه الله يرزق الذريه الصالحه. خلينا نخص حسين سيدنا. كل مريض اللي يتمنى الصحه والسلامه مثل هذا الولد حسين، بحق الحسين ان يعافيه ويدفع عنه ويفرح اهله بعافيته بمحمد واله الطاهرين. اللهم امين. شكرا جزيلا. عندنا وقت وبعدنا نستقبل مشاركات. هالمره خلينا نسمع رساله صوتيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت سؤالي كان كيفية غسل الجنابة، علما أنه أنا أقلد السيد علي الحسين السيستاني. أحسنت، يعني هذا سؤال أكيد يتوارد ذهن الكثير من الناس. سيدنا تفضلوا. يعني الشباب الله يحفظهم يعني لما يصير عندهم جنابة لازم يغتسلون، والغسل عند كل الفقهاء سواء كان سماحة السيد سيستاني أو غيره، كل الفقهاء الغسل كيفية وحدة، كيفية يعني غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل الإحرام، غسل ليلة العيد، غسل الواجب والمستحب، كل الأغسال، غسل على حال مس الميت، كل الأغسال كيفيتها وحدة، طريقتها وحدة. أن أغسل رأسي ورقبتي، رأس والرقبة أغسلها بشكل كامل، بعدين أغسل جانب الأيمن، بعدين أغسل جانب الأيسر من جسمي. هذا هو الغسل حبيبي، جو الدوش حسب تعبيرنا جو الدوش، وحاول أن يوصل الماي كل مكان بين الرجلين تحت القدم بين الأصابع، يوصل الماي حتى على حال يكون غسلك صحيح. وأرجوك حبيبي أرجوك أنه تواصل مع التطبيق المجيب، تواصل مع المؤسسة في استفتاءاتك، وانت شاب يعني، ويؤسف له أنه شاب يوصل إلى عمر 30 سنة يتصل عليه يقول سيدنا غسل الجناب شلون، وهو صار له 15 سنة بالغ. فهذا يعني لازم كل صلاة يعيدها. فتفقهوا في الدين يرحمكم الله، تفقهوا في الدين حتى على حال لا تواجهوا مشاكل بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. أحسنتم سيدنا. من الممكن أن يكون مع بعض في الغسل سيدنا؟ يمكن الفقهاء يقول أن تغسل رأسك ورقبتك بعدين البدن كله، ولكن يقول الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر. واضح، أحسنتم سيدنا. نسمع مشاركة أخرى. طبعا هاي ثم الرأس والرقبة ثم الجسد. بل سيدنا هاي المفروض أكو بيناتهم فاصلة، يعني هالشكل الأحوط أن يطلع من جو الدوش ويرجع. واضح. سؤال آخر مشاركة. السلام عليكم سيدنا، الله يحفظكم إن شاء الله على هذه القناة المباركة. سيدنا طلعت عام النجارة وحدة عاد اتفقت ويا على مودي يسلي حلي البيت مالتي، فاتفقت ويا شغل درجة أولى، فخل بالاتفاق يعني ما اشتغل اللي رايد أنا مو شغل درجة أولى، غشني كذب علي بأغلب الأوقات، فباقي لأمي 700,000، فأنا امتنعت ما أعطيت أذن 700,000 لأن متفق ويا درجة أولى، هو ما اشتغل لي درجة أولى، اتفقت ويا حديد شكل فجاب الحديد شكل ثاني، اتفقت ويا على شغلة أتري عن الحديد مثلا
الأترية يعني 25 فجاب سوى الأترية 30، هو إن شاء الله أدخل بيهن ضمن الاتفاق. فبهالحالة شنو أعطيه 700 ألف أو واضح يعني. واضح واضح. ما ادري اذا كان السؤال مر علينا سابقا او لا، واضح. بس تفضلوا سيدنا، ما ادري مجاوبين هذا السؤال شوف احنا حبيبي، قبل لا ما مجاوبي. شوف حبيبي، المؤمنون عند شروطهم، هذه قاعدة، المؤمنون عند شروطهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، والمؤمنون عند شروطهم، أو المسلمون عند شروطهم. فإذا اشترط مؤمن مع مؤمن آخر على قضية معينة ضمن عقد معين، فيصير هذا الشرط إلزامي. فإذا أنت ألزمت على كيفية معينة، تقول هذه الأساس اللي جاي يضرب الأساس، مثل الأثريات لازم يكون 25 خلاها ب 30، يعني قلل كمية الحديد أو نوعية الحديد، فيجوز للطرف أن شنو، أن يقلل من الأجر، أجور بمقدار ليش؟ هذا بلي، وهذا يرجع فيه علما إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة للسوق. روحوا يابا تعالوا جيبوا مقاولين، جيبوا بناية، جيبوا كذا، حجي إذا كان هالشكل صار هالشكل، بدل ما يجيب حديد مثلا 5 8 جاب مثلا كذا، هاي شلون؟ فالسوق هو اللي يحدد أنه أنت إيش قد مغبون، إيش قد مغبون وإيش قد متضرر. نعم. فتقدر تستقطع من الأجور. أحسنتم سيدنا. أم زهراء أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا سيد. تفضلي. سيد أنا مطلوبة 9 صيام. نعم. 4 2 يعني مطوبة لا حامل ولا مرضع، ولأن الخامسة لو حامل لو مرضع عرفة عندي إسقاط رمضان، يعني شلون أقضيهن بدون كفارة لو فدية؟ 5 سنين عندك أسباب، وأربعة ما عندك أسباب؟ إيه. واضح، شكرا جزيلا اختي الكريمه، تفضل سيدنا. شوفي الـ الـ السنين اللي كان عندك عذر شرعي، لو حامل مقرب، لو على حال دوره شهريه او نفاس او شيء، اذا كان عندك عذر شرعي او مريضه بينك ما بين الله، فذاك ما عليك كفاره، فقط عليك قضاء لازم تقضيهن. اما السنين اللي فاتتك من رمضان وما صمتيها بدون عذر، هذه عليك توبة، تستغفرين الله، تقضين ذيك الأيام، تطين كفارة، يعني 3 أشياء عليك. فأنت لازم تحددين السنين اللي ما كان عندش عذر، فلازم تطين كفارة عن كل يوم 60 مسكين، إطعام 60 مسكين، والأيام اللي كان عندش عذر فقط قضاء، وتطين كفارة تأخير القضاء عن كل يوم 3/4 الكيل طحين. أحسنتم سيدنا سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا كبيرا على ما تفضلت به. سلمك الله تعالى. أنا على حال أرجو الإخوة المؤمنين في هذه الأيام أن لا ينسوا بعضهم البعض من الدعاء، خصوصا الشهداء، خصوصا الشهداء، خصوصا الجرحى، المعوقين، شباب عندنا بالمستشفيات ببيوتهم، واحد مبتور الرجلة، واحد عنده قطع في النخاع الشوكي، واحد معوق، لا تنسوهم، هؤلاء أبطال، هؤلاء دافعوا عني وعنكم وعن مقدساتنا وعن زيارتنا، لولاهم لما كانت هذه الزيارة. لا تنسوا من الدعاء، اهدولهم خطوات، قول هذه للشهداء، هذه للجرحى، هؤلاء للمعوقين، لعوائلهم، لا تنسوهم، ودائما ادعوا لتعجيل فرجه مولانا صاحب العصر والزمان، دائما اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل. ولا تنسونا أيضا من الدعاء، احنا الاسبوع القادم ما راح يكون عندنا برنامج ان شاء الله بعد الزياره. احسنتم سيدنا وشكرا على التبليغ، اسبقتونا. اذا ان شاء الله بعد الثلاثاء المقبل راح نكون متواصلين مع حضراتكم. شكرا جزيلا على طيب الاستماع والمشاهده والمتابعه، لنا لقاء ان شاء الله في رعايه الله وحفظه.